جولة فن نيوز على عالم المشاهير بلشت هلأ على شاشتكم، شاشة سما الفضائية، لحتى نشوف شو عم بيصير على الساحة الفنية. يسعد أوقاتكم، ورح أبدأ أول أخباري من عند فنانة قدرت أنه تثبت وجودها بشكل كبير على الساحة الفنية بعام 2021 من خلال نشاطها بأعمالها الجديدة يلي حققت تريند فيهم لأكثر من مرة. فمن بعد نجاح بلقيس بالغناء باللهجة المصرية، على ما يبدو عم بتحاول تكرر تجربتها بهاللهجة، وعم تستعد لحتى ترجع لمصر بالأيام يلي جاية من بعد ما أحيت حفل جماهيري ضخم احتفالاً بالسنة الجديدة. بلقيس مو رايحة على مصر لحتى تحيي حفل، وهالشي حسب آخر الأخبار الصحفية، فهي عم تشتغل على أغنية جديدة باللهجة المصرية تجمعها مع الملحن عزيز الشافعي بتاني تعاون بيناتهم من بعد نجاح أغنية دبلوماسي يلي تجاوز الفيوز عليها 13 مليون على يوتيوب. طبعا بلقيس مو بس نجحت بدبلوماسي، كمان اغنيتها ممكن يلي طرحتها من 7 شهور تقريبا، وكمان اغنيه جبار واغنيه انتهى يلي حققت من خلالها فيوز عالي. يلا نسمعها ونرجع لحتى نكمل باقي اخبارنا. ورح روح بتاني اخباري على مصر، فمن بعد ما غابت عن دراما رمضان الماضي وكان اخر اعمالها مسلسل بدل الحدوته 3 برمضان قبل الماضي، على ما يبدو رجعت لحالة النشاط الفني وعم تحجز مكانها برمضان 2022. دنيا سمير غانم عم تستكمل مشاهدها بمسلسل عالم موازي الشهر المقبل من بعد الانتهاء من معاينة وبناء الديكورات. هالمسلسل من المقرر انه ينعرض برمضان المقبل من بعد تأجيله برمضان الماضي من بعد إصابة عدد كبير من فريق العمل بفيروس كورونا، ومنهم دنيا سمير غانم والراحلة دلال عبد العزيز، وكمان ضيق الوقت للانتهاء من المشاهد المتبقية. مسلسل عالم موازي بطولة دنيا سمير غانم، عمر وهبي وشيماء وغيرهم كتار، بالإضافة لعدد كبير من ضيوف الشرف. يعني من بعد ما حاولت انه تستقبل سنتها الجديدة بنيو لوك وقالت لمتابعينا انه يا رب ما تندم انه قصت شعرها، الظاهر مخططاتها انها تستقبل 2022 بإيجابية ما كانت على قدر التوقعات. مي عز الدين كشفت من خلال صفحاتها الخاصة على السوشيال ميديا انها انصابت بكريزة مرارة بليلة الاحتفال برأس السنة، واخذت مسكنات واعلنت عن احتمال خضوعها لعملية جراحية خلال الفترة المقبلة. ومن بعدها رجعت مي وطمنت جمهورها حول تطورات حالتها الصحية، وكتبت بستوري على حساباتها الخاصة على السوشيال ميديا: شكرا على سؤال الجميع، عدت اليوم أحسن، وبإذن الله رح أعملها السنة هي لأني ماني قد كريزاتها أكثر من هيك، يعني من وقت عمر وسلمى 2 وأنا عم حاول إني أعيش فيها، بس واضح إنه لازم تنشال، وبكل الأحوال الحمد لله. من جهة ثانية مي بعدت عن وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بأواخر 2020 لحتى تتفرغ لمسلسلها الأخير بعنوان خيط حرير، ولترجع وتنشر صور جديدة لإلها خلال شهر آب أغسطس الماضي. ومن عالم المشاهير العرب رح روح بآخر أخباري ومثل العادة على هوليوود، فمن بعد ما أعلن القائمين على مسلسل أتلانتا انتهاء تصوير الموسم الثالث من العمل خلال شهر آب أغسطس 2021، ومن المقرر أنه يبدأ تصوير الموسم الرابع من بعد انتهاء إجازة قصيرة للعاملين على المسلسل. طرحت الشبكة المنتجة أول تريلر للموسم الثالث من هالعمل يلي رح يبدأ عرضه ب 24 مارس المقبل، وبيضم الموسم الجديد 10 حلقات بتوصل مدة الوحدة منها لحوالي ساعة تقريبا، واحتوى الفيديو الترويجي على بعض اللقطات الكوميدية من الموسم الثالث المنتظر طرحه. مسلسل أتلانتا بتدور أحداثه حول شاب بيسعى هو ورفيقه المتناقض معه تماما لشق طريقهم بعالم موسيقى الهيب هوب بمدينة أتلانتا، وبتدور الأحداث ضمن إطار كوميدي. يلا نشوف التريلر ونرجع. يعني هي كانت جولتي السريعة على أبرز الأخبار الفنية اللي صارت بالساعات القليلة الماضية. أخبار جديدة يومياً على تلفزيون سما. ضلكم بخير.